أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وهذه أبرز العناوين. المدى العراقية، تصعيد جديد في التظاهرات المطلبية وغلق جسور في الناصرية. الجريدة الكويتية، الاتفاق مع إيران ليس كافيا لتجديد استقرار الشرق الأوسط. الشرق القطرية، اليونيسيف تحذر من أثر جائحة كورونا على الأطفال. وتتساءل النهار اللبنانية في تقرير لها، هل اقترب العالم من حل لغز كيف ظهر كورونا للوجود؟ من المقالات يتساءل سيار الجميل في العربي الجديد، ماذا يريد بابا الفاتيكان من العراق؟ وتكتب باهرة الشيخلي في العرب اللندنية، العنف المنزلي يهدد كيان الأسرة العراقية. التفاصيل بعد قليل. عنونت صحيفة المدى العراقية، تصعيد جديد في التظاهرات المطلبية وغلق جسور في الناصرية. وقال الناشط علي محمد إن المئات من خريجي كليات الإدارة والاقتصاد والعلوم والقانون والمعاهد التقنية في محافظة ذي قار تظاهروا للاحتجاج على عدم تضمين الموازنة العامة درجات وظيفية لهم، وسيواصلون التصعيد في تظاهراتهم لحين الاستجابة لمطالبهم المشروعة. عنونت صحيفة الشرق الأوسط، قلق أممي من هجمات الصواريخ في العراق، وإدارة بايدن تدرس الرد، وذلك حيال تصاعد وتيرة الهجمات الصاروخية التي تشنها الفصائل الوثيقة بإيران، وخيارات الرد على هجوم قاعدة عين الأسد في صحراء الأنبار. وتتحدث تقارير أمريكية عن عزم واشنطن على نشر نظام صواريخ دفاعية متحركة في سوريا والعراق قريبا. قالت صحيفة الجريدة الكويتية إن الاتفاق مع إيران ليس كافيا لتجديد استقرار الشرق الأوسط ومعالجة السلوك الإقليمي الإيراني المضطرب، وأوصى خبراء دوليون باستهداف كل صراع إقليمي بشكل منفصل عبر إطلاق نقاشات متعددة الأطراف بين الجهات المعنية. نقلت صحيفة القدس العربي عن وكالة بلومبرج للأنباء، سياسة بايدن تجاه إيران تختلف عن سياسة ترامب وربما عن أوباما أيضا. ويرى متابعون للاتفاق النووي أن بايدن يعتزم معالجة الأخطاء العديدة في الاتفاق وليس مجرد إعادته. أكدت صحيفة العرب اللندنية أن الصين تغطي التراجع الأمريكي وإدارة أزمات الشرق الأوسط دون حلول، إذ تتجه الصين نحو التدخل في الشرق الأوسط بشكل مباشر من أجل حماية مصالحها الاقتصادية المتنامية في المنطقة التي تشهد اضطرابات متصاعدة في ظل الفشل الأمريكي في إنهاء الصراعات هناك. قالت صحيفة الشرق القطرية إن اليونيسيف تحذر من أثر جائحة كورونا على الأطفال في ظل سياسات البقاء في المنازل الموصى بها في مختلف الدول، مما يعرض صحتهم العقلية ورفاههم النفسي للخطر. وأوضحت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنريتا فور أن الكثير من الأطفال يشعرون بالخوف والوحدة والقلق على مستقبلهم. وتتساءل النهار اللبنانية في تقرير لها، هل اقترب العالم من حل لغز كيف ظهر كورونا للوجود؟ يقول التقرير، اتهم منتقدون منظمة الصحة العالمية بالإفراط في الاعتماد على العمل الميداني الصيني، وبيانات بكين التي تحوطها شبهات سياسية حيث أحجمت الصين عن كشف بيانات هامة يمكن أن تظهر أن كوفيد-19 كان ينتشر قبل أشهر من الوقت الذي تم التعرف عليه لأول مرة، ولم تكن بعثة المنظمة تتمتع بالتفويض والاستقلالية والقدرة اللازمة من أجل إجراء تحقيق كامل بلا قيود. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
من المقالات يتساءل سيار الجميل في العربي الجديد ماذا يريد بابا الفاتيكان من العراق، ويؤكد الجميل ليدرك كل العراقيين ومن يتعاطف مع آلامهم ومعاناتهم أن زيارة البابا إلى العراق لا تقدم ولا تؤخر من حالاتهم المأساوية والكوارث التي تلاحقهم، وأقل ما يطلبه العراقيون من البابا دعم ثورتهم من أجل تحقيق مطالبهم في الحياة الحرة الكريمة وإدانة الميليشيات المتطفلة على بلدهم والعابث فيه، وإدانة قتلها شباب العراق، وأن ينادي بالقضاء على الفساد ويدين المفسدين. وتكتب باهرة الشيخلي في العرب اللندنية: العنف المنزلي يهدد كيان الأسرة العراقية. تقول الشيخلي: تنامت خلال الأعوام الأخيرة حوادث العنف المنزلي في العراق، ليعيش المجتمع الكثير من القصص المؤلمة التي تعكس تدهور أوضاع الأسرة العراقية في ظل ظروف استثنائية مرت بها البلاد منذ عام 2003، ويرجع نشطاء هذا العنف إلى غياب قانون يتعلق بالعنف الأسري، إضافة إلى ضعف في تطبيق القوانين المتعلقة بالقتل أو الشروع فيه، ويبررون غياب القانون برفض أحزاب في السلطة إقراره، وتفاقمت الجرائم الأسرية في العراق ما جعلها تصنف كظاهرة. ويكتب محمد خليفة في الخليج الإماراتية: الفقر والجوع في العالم العربي. ويمضي الكاتب بالقول: كان المحرك الأساسي للفوضى التي ضربت بعض الدول العربية هو رغبة شعوب تلك الدول في التخلص من الفساد وتحقيق الرفاه الاقتصادي عبر توزيع عادل وشامل وحقيقي للثروة. وبالتالي فإن النهم العالمي الواسع لن يسمح للدول الفقيرة والضعيفة بأن تكمل مسيرتها بسلام، وستجد نفسها مشتتة في كيفية تأمين الموارد اللازمة للنهوض الاقتصادي. أخيرا يكتب طارق آل شيخان في البلاد البحرينية: صناعة القرار لدى إدارة بايدن. ويرى الكاتب أن بايدن لا يمتلك صلابة اتخاذ القرار مثل ترامب، فالقرار الأمريكي هو نتيجة دمج ثلاث جهات: بايدن 30% وطاقم إدارته 30% والخطوط الخلفية أوباما وهيلاري وبيل كلينتون وبقية الديمقراطيين 40%. ومن شأن هذا الأمر أن يجعل قرارات البيت الأبيض متخبطة نتيجة الاختلاف بالرؤى. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة بعد قليل من مسقط الدكتور محمد بن عبد الله الجهوري، أستاذ الفلسفة في القانون العام. يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم مجددا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من مسقط الدكتور محمد بن عبد الله الجهوري، أستاذ الفلسفة في القانون العام. مرحبا بك دكتور محمد إلى هذا اللقاء. تحياتي لكم أستاذنا القدير إحسان والمشاهدين الكرام. أهلا بك. سنتناول في حلقة هذا الأسبوع العديد من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي، والتي تهم واقعنا المجتمع العربي من الوجهة القانونية. ونبدأ من ملف الاعتقالات التعسفية التي تودي بالمعتقلين في عداد المفقودين متعرضين للتعذيب والاغتصاب والقتل، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ما المنحى القانوني إزاء ذلك دكتور محمد؟ تفضل. الواقع أن الاعتقالات التعسفية تمس بالحرية الشخصية، وهذه الحرية مكرسة بالدساتير والاتفاقيات الدولية والصكوك كذلك، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مما يعني
عدم جواز ممارسة الاحتجاز التعسفي بحق أي إنسان. وتقدر الإشارة هنا أنه لا يعد الاعتقال أو الاحتجاز بذاته انتهاكا لحقوق الإنسان، ويمكن أن يكون مشروعا أو قانونيا، إلا أنه يصبح تعسفيا عندما يصاحب الحرمان من الحرية انتهاكا للحقوق الأساسية والضمانات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان. وفي الواقع قد سعى القانون الدولي تدريجيا إلى وضع الحدود التي بتجاوزها يصبح الاحتجاز سواء الإداري أو القضائي تعسفيا، وأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فريق يعنى بذلك، والذي قرر إن الحرمان من الحرية هو إجراء تعسفي، ولا يجوز قانونا إخضاع أحد للاعتقال التعسفي أو حجزه أو نفيه. وفي الواقع من الخطورة أن لا يحترم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأحكام الدولية ذات الصلة التي تم قبولها من الدول المعنية بشأن المحاكمة العادلة، بحيث يكون الحرمان من الحرية تعسفيا. وفي الواقع القوانين الوطنية العربية أيضا حظر التعذيب وحتى المعاملة الحاطة بالكرامة، وحددت العقاب على من يفعل ذلك. نعم، حرية الرأي والتعبير مكفولة في القانون الدولي، لكنها أيضا غير متحققة على أرض الواقع، لماذا برأيك؟ نعم، قد يكون واقعيا لا نستطيع القول إنها غير محققة لدى جميع الدول، فهناك تفاوت. فحرية الرأي والتعبير من الحريات المقدسة التي تضمنتها الدساتير في الأنظمة الديمقراطية، وهي حق أساسي من حقوق الإنسان، لأنها تمثل حق كل فرد في إبداء رأيه في كل الشؤون العامة، ويرتبط بهذه الحرية حق الفرد في النقد، كما أن التعبير عن الرأي هنا يستوعب كل الوسائل الممكنة والمتاحة بشرط عدم إخلالها بالنظام العام والآداب. وفي الواقع التشريعات الدولية نصت على ذلك في المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي الواقع أيضا أن الحرية مدلولا نسبيا وليس مطلقا، وإنها مقيدة بالأعراف والتقاليد والنظام العام والآداب، لذا فهي ذات معنى اجتماعي تتمثل في سيادة الإنسان على نفسه أو الاعتداء على حقوق الآخرين وحرياتهم. وهذا المدلول للحرية هو جوهر ما ذهب إليه الإسلام من الحرية والتحرر من الشهوات. فحرية التعبير ولجعل حرية التعبير واقعيا في رأيي، لابد من توافر بيئة تنظيمية وقانونية تسمح بظهور التعدد في الآراء وبشكل منفتح، كما أنه لابد كذلك من وجود قانون لضمان الحصول على المعلومات، وبخاصة المعلومات في المجال العام، كما لابد من توفير المهارات اللازمة لدى متابعي الأخبار ليتمكنوا من تحليل المعلومات تحليلا نقديا، وتجميع ما يصلهم أو ما يصل إليهم منها لاستخدامها في حياتهم اليومية، وكذلك وسائل الإعلام وموضع المساءلة فيما يتصل فيها في الأخبار وغيره، لابد أن تكون وسائل الإعلام فيما تطرح من آراء واقعية أيضا وحقيقية قبل طرحها. دكتور محمد، أين هي قوانين مكافحة الفساد من كل ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في العيش الكريم؟ هنا تساؤل مهم جدا حول مدى العلاقة بين الفساد وحقوق الإنسان، وإذا ما دققنا الأمر سنجد أن العلاقة قوية جدا في انتشار الفساد ومحدودية النزاهة، سيؤدي حتما إلى انتهاك تلك الحقوق، الأمر الذي سيحول دون وضع البرامج والسياسات الفعالة لتعزيز حقوق الإنسان في عيشه الكريم. وأن الفساد يمس جميع مجالات حقوق الإنسان المدنية والسياسية وكذلك الاجتماعية والثقافية، وأنه كلما زاد احترام لحقوق الإنسان قل الفساد، والعكس صحيح. لذا من الواضح أن بعض الدول سارعت للتنبه لهذا الموضوع، وعززت من الجهات الرقابية لمكافحة الفساد بشتى أنواعه،
وذلك سعيا منها لتوفير العيش الكريم والرقابه لافراد المجتمع في ظل الاوضاع الاقتصاديه الراهنه التي يمر بها العالم سيد الكريم. نعم، جرائم الاحتيال التي ظهرت اخيرا في برامج دعم المؤسسات والشركات المتضرره من الاغلاق بسبب جائحه كورونا اصبحت مصدرا للحصول على الاموال. كيف ينظر القانون إلى مثل هذه الجرائم؟ هو التقارير الدولية تشير إلى تراجع الجرائم التقليدية وازدياد الاحتيال الإلكتروني بسبب كورونا، وذلك مع انعزال الأشخاص في منازلهم. يجد المجرمون صعوبة في كسب المال من نشاطاتهم التقليدية كالسرقة والتهريب، ما جعلهم يجعلون أو يلجؤون إلى حيل جديدة، كما تسببت جائحة كورونا في زيادة المخاوف إذا هجمات سبرانية تستهدف المستشفيات والشركات. وفي الواقع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول تنبهت إلى الخطر السبراني وسارعت في إصدار تقرير معنون تحت التهديدات السبرانية المرتبطة بكوفيد-19 في العالم. التقرير حذر من أن المجرمي واسعي الحيلة وانتهازيين استغلوا وباء كوفيد لشن هجمات. ومن خلال الاطلاع وجدنا أن سلطات الدول قامت في إنفاذ القانون وإيجاد آليات ووسل وسائل للتعامل مع الأدلة الجنائية الرقمية التي بما يخدم المنظومة أو منظومة العدالة الجنائية بالتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات عن الأشخاص المطلوبين دوليا، وأرست علاقات اتصال مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مكافحة الإجرام الدولي كالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول. ولكن لابد أن ننوه إلى الصعوبات التي تحتويها هذه الجرائم بسبب الأساليب الكثيرة والمتجددة التي يستخدمها المتهمون، منها أن الواقعة ترتكب عبر العوالم الافتراضية، وهم يلجؤون إلى توظيف الأجهزة الرقمية في تنفيذ تلك الجرائم واستخدام معلومات وهمية. لذلك الأشخاص ينخدعون بهذه الوسائل الوهمية التي تصل أحيانا إلى طلب الصداقة عبر البريد الإلكتروني. فالواقع أن القوانين في الدول العربية شددت العقوبات في جرائم مكافحة تقنية المعلومات، وهذا أمر محمود. نعم، قانون الأسرة والحفاظ على حقوق المرأة والطفل في مجتمعاتنا العربية، هل هو بمستوى الطموح برأيك؟ يوجد هناك تطور ملحوظ بشأن الحقوق الإنسانية للمرأة والطفل في القوانين كلها، وليس فقط قانون الأسرة أو ما يسمى في بعض الدول حقيقة قانون الأحوال الشخصية. تطور موجود، فقد أعطى القانون المرأة حقوقا مالية واقتصادية، فقد وقعت الدول العربية على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، وهي خطوة مبشرة، ولو في بعض الدول لجأت للتوقيع على هذه الاتفاقية متأخر، ولكنها سعت وهي خطوة مبشرة لتعديل القوانين ومواءمتها مع العادات والتقاليد أيضا الإسلامية والمواثيق الدولية، على الرغم من التحفظات كونها لا تتناسب وطبيعة المجتمعات وتعاليم الإسلام، لا سيما أن الدساتير العربية تنص على أن أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية أساس التشريع فيها. وإذا رجعنا للشريعة الإسلامية نجد أيضا أخي الكريم أن الشريعة الإسلامية عنت بالأسرة وكيانها، فلذلك التطور ملحوظ وخطوات مبشرة إن شاء الله تعالى بمزيد من الحماية للأسرة. نعم، أيضا قانون العنف الأسري في مجتمعاتنا العربية، هل يحمي الأسرة فعليا أم هو مغيب؟ وفي الواقع في الدراسات اللي أجريت والبحوث في ظل جائحة كورونا، نوعا ما عطلت جائحة كورونا كل الخطط والعديد من المكاسب التي تحققت في العقدين الماضيين، حيث واجهت النساء والفتيات صعوبة حادة بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر وزيادة أعباء الرعاية والتعرض للعنف. ويعني الدول العربية نصت في دساتيرها على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وأن القانون ينظم وسائل حمايتها والحفاظ على كيانها الشرعي،
وتقوية أواصرها ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. على الرغم من أن في تقرير من منظمة الأمم المتحدة للمرأة كشفت أن وباء كورونا والحجر الذي رافقه أدى إلى ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في المنطقة العربية، وفي الواقع أقرت قوانين هذه الدول يعني العنف الأسري جرمته وفقا لقوانين في بعض الدول يسمى قانون العقوبات، وبعض الدول الأخرى يسمى قانون الجزاء. في بعض الدول الأخرى أفردت قوانين خاصة للعنف الأسري، وهناك فعلا حراك يعني فعلا حراك حقيقي من سلطات الدول ضد مرتكبي العنف الأسري. لذلك قوانين العنف الأسري وقوانين العقوبات باتت تحمي الأسرة من كل أنواع الاعتداء، وما تبقى قد يكون آلية التطبيق الفعلية بصرامة لهذه القوانين، تردع من تسول لهم أنفسهم بمخالفة هذه القوانين والتعدي على حرمة الجسد. فقانون الحماية من العنف الأسري يعد سياجا لمكافحة العنف بمختلف أشكاله. دكتور محمد، أيضا هناك ظاهرة التحرش التي تلاحظ في واقعنا المجتمعي العربي، ما القوانين اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة؟ في وجهة نظري أن التحرش الجنسي هو آفة ومرض في المجتمعات، وليس ظاهرة كما يقال أو يروج لها، لأن الظاهرة سيد الكريم تكون كحدث استثنائي أو جديد، لكن التحرش موجود في المجتمعات ومجتمعاتنا، وليس المجتمعات العربية فقط، أيضا الدولية، إلا أنه في مجتمعنا أخذ بالاستفحال. وأعزو ذلك لعدة أسباب: عدم وجود قوانين رادعة أو أحكام قاسية ضد المتحرشين جنسيا. في كثير من بلدان العالم المتحرشين جنسيا يتعرضون للمساءلة القانونية وتتخذ بحقهم أحكام رادعة وغرامات عالية مالية عالية، والأهم هي أحكام السجن لفترات طويلة. ومن هنا فالمتحرش يأخذ بالحسبان تعرضه للسجن والاعتقال، وقد يؤدي إلى أحكام تنشر، وبذلك المجتمع يعلم عن هذا الشخص المتحرش. ومن أسبابه أيضا الاستفحال، هذا خوف المتحرش بهم من الفضيحة، فلا يلجؤون إلى التبليغ. وفي السنوات الأخيرة تعالت الأصوات المطالبة بإقرار وتشديد قوانين تجرم التحرش الجنسي وتردع القائمين عليه، وبدأت بالفعل البلدان تتصدى بشكل مضطرد للتحرش الجنسي بطريقة أكثر شمولا. ونحتاج إلى قوانين كقانون مكافحة التمييز وتشديد العقوبات الجزائية أو العقوبات في قانون العقوبات، ويبدو أنه فعلا في حراك ضد هذه الظاهرة أو الآفة. فمن المهم جدا تغليظ العقوبات، وبالفعل يعني قد يكون تصل 5 سنوات من الحبس وغرامات مالية تتجاوز 5000 ريال وأكثر، وهذا لا يكفي. حتى نحن نواجه هذا الأمر لابد من عقوبات تردعهم. نعم، إذن في ختام الحوار أشكرك دكتور محمد الشكر الجزيل لمشاركتك معنا. أشكركم، نشكركم، أحسنتم. والشكر موصول لكم مشاهدينا، حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة، لكم أحلى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.